الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرس جاني لبي التبنات كم إذا دروس دين ومقع دري شخصية المسلم وهو كساب سيهي المسلم مع والديه. مسلم كو سدو لدق مول لبدي سوالد مسلم كو حامي سيهي دين الإسلام إني قارشي سي والد كميل دين كلا مبدأ كلا يرنقان تونان وقارسين. إلهي سبحانه وتعالى حق والدك وحاو كحك سيئي حق الرومين تإلهي سبحانه وتعالى للرومائيو يا حق إلهي وكالدي حق إلهي إلا عابده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به وبالوالدين إحسانا. إلهي سبحانه وتعالى وحو أمري إن كالدي لعابده إن تأدب نوح الشيء لمدى والد سفي عن الله رغمه. إلهي سبحانه وتعالى وحو الديدو حاران تميي إن عبادته وحقه اللي يهي سقي عدك لشراك لك قدقه. وحانو الضبادق إلهي لمدى والد إن الله حمين وآن الله ابن لوناتيه سفي عن الله رغمه. إلهي سبحانه وتعالى وحو يري وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كصاوح الشاق إلهي حالدا أصم الفلك لبدا والد حنانين تودي إلى لين تودا يردبك إلا قد دورا مد أفيا مد أدنبا أيواتي بسنتاي. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إلى وحده لبدا والدها ديم تكون وداك تاذا كقاره معنى هذا هاي صد حنانين يسو يسقو وداه هكورن أف ولا تنهرهما حتى قال وهايف وقل لهما قولا كريما. هذا الوناكسن ولبدا والد قلبي قود وصود ويهو وكفرحه كل هذا البر الله سبحانه وتعالى. واخفض لهما جناح الذل لبدا والد والد التواضع ده وانا اسكسر رئيسين انا اسكلوينان لبدا هذا والد اسكهو سيسيسو ونفت هذا اتكدكتو نفت والدك متكهو سيسا. إلهي سبحانه وتعالى وحك له تلمامي آيات دار دحدي ده لبدي سوالي دقفك إنو الدعاية وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وحك تلا ده إلهي ونحريس وإياني غير أي سوكريين حق والد كم حاله وينه يقى والد كصاب وقفك انشريتان كيس يجا كسوة طبعي يجا سو كوري يجو إلى هاي صاب وقدي جاي إنه هير كاسي سو جارو ساو جد أي حق ود أدلو ويني. وحتى والد قعدوا إلمين سدلو وسكسة ودلو عن الله قصاصين ولا يقتل والد بولده والد لو دلي مايو إلميس حتى أدو دلو سو لكعة حد قدو بيه علاي ترى على كده ذكر الله لاقي ساسيه وفق والدك لاقي ساسي مايا. إلهي سبحانه وتعالى وحده المعامل لبدا والد حتى ذي قال إيه إن حقي أي كل هاي نتصفي عن ولا رقنته عن مشك بحاي وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.
هدي لبدا والد اي كولد دالان قال نمو شركي معصيو وحاها كييري وبني آدم والدي مد كالتوانا لغما ديع كارو وحلاي لغو عاسيه لكن إلهي محمود دواردي قاي حمانتا إنا ندكوا ديعين كدلان ما يسو إنا ند أدوية دا وقصنا فالين ونا كل دقان أدوية دا انتا أدجوكتان نبي عليه الصلاة والسلام وحاوتمي أسماء بنت أبي بكر وحي كتري جاءتني أمي وهي الراغبة هو يدي ومشركة وحيقد دون يسو دمع سننا وحسية يا إتمي أفاصلها وقالت ومشركة وانا هو يدي من حريريا سور دوية وفريسية عمتصية وحيباك لا أدوية دون سنانسية وقال الله النبي عليه الصلاة والسلام سلي أمك نبي عليه الصلاة والسلام حكوري هو يدا حريري أنا مشركة بها نقطة سيكستو والد كوحي هاي وحمان قال لي ما يدي الآن وقاري لما هيرك وصر يوك قاري حقي والد نما وكبول عمشك بحماية وهي حقه وحكومه تيستي والد نما كفري قيسي مع سيدي سي حمان تيسونا والد نما دي سيبوري مايا وماشك ساري مايا واتسكيل علينا ساون حمان تيسا أدو كفرانا كم أقلي ميسي لكن أدو حق والد نمو وادي لالين إيسا سيدوها أياد نوريسا إسلامك والد كولو صنفلو وحو كدري عمل لذا إلهي وكتعلي وحو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله عن أحب الأعمال إلى الله سألك إلهي وحن ويدي عمل لذا وإلهي وكتعلي هاي فقال الصلاة على وقتها عمل إلهي وحوج عليه الصلاة وقت كذا لتكذب قلت ثم أي وحان رمحاك حقا قال بر الوالدين لبدا والد الله صنفره قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله بخاري مسلم باوري وفرس لبدا والد صنف الكود رسولك عليه الصلاة والسلام مركي لو ويدي عمل لدى إلهي وكتعليي صلاة دا يمحكسي جهاد كي قفكو نفتي سهورة يي لغاية مالكي سين وغراء نفتي سونة كوبا حضاء وكوناه وعم حولي سونة كوبا باان وحالقا فضلو لغاية الرئيسي يي بر الوالدين سيدا وقيت نبي عليه الصلاة والسلام وحو أمري نينكو مركو جهاد وبحيا إنو والد كي وكفص حقاته نبا رسولك عليه الصلاة والسلام ويمي إساقه الله تشانيه وكلا تشانيه إنو جهادك أوبح رسولك السؤال بوهي ديو حكول يا حي الوالداك لبدا دي والد مي نوليهين قال نعم قال ففيهما فجاهد إياقا كد ذا البور نبيه عليه الصلاة والسلام أو سمفالكو ده إياقا وخدمين تو دي ولاتين تو ده عملات كد ذا شو چندات كد شو كدقو إسلامكو لبدا والد الله صمفالا قارهان هو يده وحاو قدري أسبابتا چند الوقلوخ رسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم نين أيا أييمي سأسوك لجهادة كرات شريح فقال الله النبي عليه الصلاة والسلام ألك أم هو يم الله يده هو يده من نوشا قال نعم هو يده وين نوشا يقول قال فالزمها فإن الجنة تحت رجلها رسولك عليه الصلاة والسلام حوله يدا لتشك هو هليل هو شقاه ويتشندو لكته ذي هوست الله أنا هو يدا هنا تصدل لكتو هذا التواضع ذو وده هو يدا هو شقاه سوء أدوناتي سوء وحفي عنا يكام قشا يكان عركتو إياد تشندات قلسة إسلام كوحو كدري وصمم فلك لبدا والد وحيابها قفك حتى أدو يدي سبركاية وعمام أحمد ورية بإسناد حسن إنه نبي عليه الصلاة والسلام يريه من أحب أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه
وليصل رحمه قفك تعل إن عمرك الله داريه أرزاق دان اللو زياديو اللو كرديو والباب دا الله فر الله واسعيو لبدي سوالي دا وصنفر قرابة دي سناحيني عمرك أقول إنو ديرادو إنو بركوبة أرزاق دا إنو إلهي كوف وضايا حلاشة إلهي وكو زياديو وكو بلاريو وتعبك إلهي وكو بركيو أيا أصاب فلك لبدا والد وصببه وحيابها الدومها الدنباب اللي قد مدافه وحكم إذا أصاب فلك لبدا والد نبي عليه الصلاة والسلام من باويمي إنك أسوح لي يا رسول الله أصبت ذنبا عظيما رسولك إلهي الدنب وين باكدعي قال له النبي عليه الصلاة والسلام ألك أم هو يم الله وهو يدام النوش قال لا وحوري مايا فقال ألك 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 خالة حبر يرم الله ذهي حبر يرت يده هو والد الخالة الصن والأم يقول النبي عليه الصلاة والسلام حبر يرت وهو يده وكلا وحوريها حبر يروى الله ذهي قال النبي عليه الصلاة والسلام فبرها سيدن بيقا وينات شاكتين لقاقا ضعفو وردانت هو يلهي حبر يرتابا كوكو ترتاها لكي هو يده حبر يرتاو صنفا الإمام البخاري وحكوري في الأدب المفرد إن هو عبد الله بن عباس من مهيمين وحوري نكاسي قبر بان قور كلاشا كيستي إن قور سدو آد بان جعلا قور كيبا يقدي يدي ننك لا يبوست هذه أدبنا رنتا وقحما دوحا دورينا كار بوستو فقتلتها قبل يوان ديلي فهل لي من توبة توبة ما لا يقبل ايه فقال له عبد الله بن عباس ألك أم هو يم الله دو هو يدا منوشا فقال لا حرمي هو يدي منولا قال فتب إلى الله وأكثر من التقرب إليه مرها الداني هو يدان نولين دم بيقى وينات قشي إلهي سبحانه وتعالى وطوبت كان وحيابها إلهي اللو قد وادنا سيدن بيقى لغاقا ضعفا إلهي باري إن الحسنات يذيبن سيئاته وناقيد حمانه بابيانه حيابها إلهي قد وينينا قد دل وحوري عطاء وأردق عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس بار مركي الدنبا وتقي وحنكوري لماذا سألته عن أمي لنكا كوشاقين وقف دلي كنا ويدين يتوبد ملقا أقبليا محاد هو يدي ويدي سي عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحيري وحن هو يدي ويدي ما تشيره عمل دنبق المضافه والله ماذا بر الوالدين وصنف لك لبد والد ساسا يسلام كويني وصنف لك لبد والد ولبا هو يذا حقا اي كل يضعي صنف لك المه يذا ايا لقويني ولا قبدي اي حقا وابوه كلي ابو هريرة رضي الله عنه وحوري ريسا بخاري مسلم بوريين قلت يا رسول الله انا حق الناس بحسن صحبته رسولك اله يوم إنا صفي عن أولا داقموه يا أو حق له حق أقوين كله قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك وحده هو يذهب حق أقوين لدقا كاق وناكسا يسمى فالكاق كله وحن كوريا كوحيقة وحده هو يذهب دنا ومن ربات وحن كوريا كوحيقة ورصدحات بوده هو يذهب مرفرات كبوري ثم أبوك أباها أبا سفع نظرها قنطو حق له ثم الأقرب فلا أقرب يتنسددكو أي كوكوسو كالدو دويه قرابة داو بحا حقه يدا لوغو الرئيسيو لوغو وينيي حق أباها وأيو نباتة دايه يد الماء لسو مرتو أبوه لمسو مرو وحي أقبتو قار كمي دانا أبوه وقبتو إلهي سبحانه وتعالى قرآن كينو قلت المامي ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك
إلهي سبحانه وتعالى وحو يري وحانو أمر إنسان كل بدي سوالد إن غصم فرا وصفي عن أولا نقمر كسا إلهي وحو التلمامي سما فرقا وحيابا واجبيي كاني صوابي وحكمي هو يدي ما قادموا لإلهي سبحانه وتعالى وهنا على وهن وحيكو قادي حالة ضعفية تقدر اسكن دبا إيمانيا مركي قادو وحانو صنيسا وحانو كدو مركي يكون عاية مركستا وإلمه سيكرو يدنا أودي الويسا سيدي ميسا وفي سالو في عامين بو إلهي سبحانه وتعالى لبس نضوط بانا ناس كلك قد هيا عنا سقال بلودنا سيدا غالب كا ويسيدا وانا يكو حانو سطا ويكو تاك دراتا لفتي ذا يدو حيدا أيو استعمالا مركو نشانا لبس نضوط أي نوچسا وهذه مدة الرضاعة مدة نوچين تلورد ما يستيرو إلا يدو الوالدات يرضعنا أولادهن حولين كاملين وين أغنى هو إلا سوتشي ده هو يد الماء أنت سوتشي ربيع بينك وتوسطة وهو كعدة يذا كذي الصحراء كما يدا يذا هبا يسا يذا وحى صدي بطل صومر يسا أبي وحلاقة يا ويسا وين تاسودن إنه يسكون ردو يسكون راح يصنعين زاو جد بحق هذا أدل ويني شن ذينا لقى هذا وحويان هوستو ده لقى يعلم أنا سيد الله قصم فلو يذا لو جد اللوبو الله مقله وحي وناجا الله جم مقله سيد الله خدمة الله شقيه هي وحويان كنا دنا لو كل دوية إسلامكو مركو سيدا إنه أمري صم فلك اللي بده والد حقه دنا وسيدا سوى إليه وحكد جاي تعكس جيد أو حلا يقان عقوق الوالدين قف كل بده سوى والد عاق كل نقد والد عاصي نقد والد كيس دبية والد كيس عاية ستو سو عايا ويسو اما والد كين لا عايو سو صاب نوقنيا وددك والد كود انتو عايو ايا لوغو جوابايا ان اسا والد كي لا عايو مركا والد كي سي ضبن ايو عاي سو نبي عليه الصلاه والسلام وشاغي او لعن الله من لعن والديه الى ان عدلو كلمتي سو والدنا عدلا معنا عايا مركو رسول كسيدا يدي صحابته ويامين وحي دادين أي سب الرجل والدي ومن إن بالبدي سوالد عاية قال عليه الصلاة والسلام يسب أبا الرجل فيسب أباه نمبو أبيه عاية نكاسنوح يقول جوابين السقى أبيه عاية ويسب أم الرجل فيسب أمه نمبو هو يدي عاية نكاسنوح يقول جوابيا إنو السقى هو يدي عاية وكاقفك أبيه إلا عاية هو يدي إلا عاية السقى الصباب النقضي عيدة ضدك كالوالد كود وعايب وصوابي نبي عليه الصلاة والسلام وكالي من والدك عايب وكالي بلو في رسول الصحابة رضوان الله عليهم ده الخير بضم بهاي حقوق ده والد كان آدو يقالنا وابي يابين سيبوق في والدك وعايب كرا لكن ما انتم حين وارقنا قال والد كود أفك يم ولدتك يتوسع عايب أما قعنت بولدتك يو والد كود قراعي حدي الله نعذالي كي والد كي لعاية صاب النقضي حاضم علينا ساكي سبو توس والد كو عاية اما بس اقعان بولدتك عاية والد كي وارينا دياد لوغا مرقود اللوغا حمال النبي قو عليه الصلاة والسلام وحو الشاقة عقوق الوالدين كو والد كو اللوغا حمالو لديبو لمقل وايا إني كم يتعيدن بيادة أمودان قفك إني إلى أي عقاب كأد بيده وقسود دجي يدو التاسيعي لصعطه عقاب كآخر اللوغ الرئيب اللوغ كيدي إن بضن بينو عرقنا واقع تصالي البضن با كم وقضا دادو حويان نولش أدو يده لباتك لكل من يكدي ودادك إلا سعودين نولشه دي التاريخ نولولد كود أي تلمام أيان إنا هاين داد والد كوداد وحر وعقاب كيبا أد بيده اللوغ سود دجي وليبا ميد كاكا بدنين الاخيرة كسوية لغيابا وحاوقو الدارن قفك والدك حقو دي الدياعي اما والدك دي باي انتو النولا اي والدك انتي وحتى ما انت يسامحان ورنكرين خلط كاسيان كاك قلايو ابا مو يعف والدك
هذه حتى وغير يودو وسما فلكي سوما غو نبي عليه الصلاه والسلام ابر البر صله ود الابي ايوري او بر ود الابي وسما فلك والدك وويني وان والدك ابها قفكي وجعلا ان ادو سما فشو dadku isagu jecelaa ku xiriirin jiray way saaxiibada ahaayeen ku waxsiin jiray inaad halkii aad ka sii wado wanaagii aabaha mid xiriir samaad ka dhigto samafalka waalidka qodobadiisa ugu waaweyn buu ka mid yahay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam saasoo kale birrul waalideynka aan go'ay waxaa ka mid ah ducaalil waalidayn waalidka in loo duceeyo nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka camalada isagoo dhintay anfacaya wuxuu ku daray waladu saalix yadcula ilmo wanaagsan oo adduunyada kaga haray oo u duceeya waxaa ka mid ah in sadaqad loo bixiyo in wixii waajibaad markaa saaraa laga gudo dii xajku uu ku waajibay isagoon gudan uu dhintay dii soom lagu lahaa oman maata wacalayhi soomu saamacan waliyi buuri nebigu qofka dhintay iyadoo soom lagu leeyay qarabadiisa ka soomiya qarabadiisa qofka ugu dhowina waa awlaaddiisi waxa weeyaan uu ka tegey nebiga calayhi salaatu wasalaam markii nin uu yidhi hooyaday mawtulqaflay ku dhimatay waxaanan u malaynayaa hadday hadli lahayd inay sadaqad la bixi lahayd haddaan sadaqad waxa weeyaan aan u bixiyo ma ka gudaysaa ama ma laga aqbalaya nebigu calayhi salaatu wasalaam haa buu yihi wax waalidka loo sadaqadeeyo waxyaabaha ugu fadliga badanna nebigu calayhi salaatu wasalaam biyaha ayuu ku daray sidii uu ugu jawaabay sacad bin abi waqaas markuu arrintaasi uu su'aalka weydiiyey dadkii wanaagsanaa iyo saxaabadii rasuulku waalidkood aad bay u ixtiraami jiray abu hurayra radi allahu canhu maruu ka warramay birrul waalidayn waxaa ka mid a inaad magaciisa ugu yeedhin waalidkaa hebelow aanad ku odhan aabaha ama hooyada heblaayo aanad ku odhan eeyaahe iyo islaantaadan iyo waxaasina ee magaciisa in loogu yeedho kaba sii xunba in aanad hor socon haddaad wada socotaan ee aad ka dambaysa waalidkaa inaanad adigu fadhiisan ilaa waalidka u fadhiisto alxasan ibnu cali alxuseen ibnu cali radi allahu canhu ayaa waxaa lagu yidhi hooyada aad baad ugu samafashaa laakiin waxba lama cuntid ee sababtu waa maxay wuxuu ihi waxaan ka baqaa in wax saxanka ama xeedhada ku jiray oo isheedu ay qabatay oo ay jeclaato ay doonaysa inay soo qaadato inay gacanteeda uga horayso ila niyadeedii qalbigeeda ma ogi saa awgeed inaa wax la cunaba waan iska daayay intii waxay nafteedu muhatay oo ay doonaysa inay soo qaadato anigu aan ka hor qaadi lahaa waan iska daayayba inaa wax la cuno waxaa dhacay qaarkood saa abu nucaym uu ku wariyey fi lxilya maxamed ibnu siriin ahaa baan u malaynaya waa taabici ardaygii anas aad buu waa hooyadii ugu samafali jiray meel bay soo mareen iyagoo wada socda biyo mareena oo hooyadii aanay ka tallaabsan karin intuu naftiisii goglay oo meeshaa uu jiifsaday oo biriish isagu uu iska dhigay ayuu hooyadii yidhi aniga dulmar halkaasi ayuu ka gaadhay uu samafalka waalidka sidaa islaamku xaqa waalidka u weynaya inaguna aynu weynayn xuquuqdoodana aynu garanno sidaa aynu waalidka ka yeelno ayuunbaa ubadkuna ay naga yeelayaan waa waxaad adigu dhitaysanayso aad sii dhiganaysa weeye qofka waalidkii wanaajiya isna awlaaddiisa ayuu ilaahay ka dhigi doonaa kuwa wanaajiya ka waalidkii xumeeye dhibana awlaaddiisu ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga jari doonaa sida dad fara badan ku dhacday ilaahay baynu weydiisanaynaa inuu na waafajiyo samafalka waalidiinteen kuwooda nool iyo kuwooda geeriyoodayba iyo inuu inagii waalidka baynoo dambi dhaafo الله أعلم صلى الله عليه وسلم